المهنة أولا جزار قفار، أنا أصلي وملابسي يوجد بها دماء، فهل تجوز صلاتي بهذه الملابس مع أني لا أقدر أغير ملابسي عند مواعيد الصلاة؟ أرجو أن تتفضلوا بإفادتي وتوجيهي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم أنه مطلوب من المسلم الطهارة للصلاة في ثوبه وفي بدنه وفي البقعة التي يصلي فيها، وكذلك مطلوب منه التطهر من الحدث الأصغر والأكبر. وما ذكره السائل من أنه يصيب ثيابه شيء من دم الذبيحة أو الذبائح لأنه يشتغل جزارا، وأنه تأتي عليه الصلاة وهو في أثناء العمل ولا يستطيع تغيير ثيابه، فالجواب عن ذلك أن الدم فيه تفصيل، كما كان من الدم المسفوح الذي يشخو من أوداج الذبيحة عند ذبحها هذا نجس، يجب غسل ما أصابه من الثوب أو غيره، ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه هذا الدم المسفوح الذي يخرج من أوداج الذبيحة عند ذبحها. أما الدم الذي يتبقى في العروق وفي اللحم فهذا معفو عنه، ولا بأس أن يصلي بثوب أصابه هذا الدم لأنه ليس بنجس. الدم الذي يبقى في اللحم يبقى في عروق الذبيحة بعد ذبحها هذا دم طاهر لا يؤثر على الصلاة، فعلى السائل أن يعرف نوعية هذا الدم، إن كان من النوع الأول فلا بد من غسله وتطهير الثوب منه للصلاة، وإن كان من النوع الثاني وهو الدم الذي يبقى في اللحم وخلال العروق فهذا لا بأس به. مع أنني أوصي هذا السائل أن يتخذ ثوبا للصلاة ويجعله عنده، فإذا أراد أن يصلي فإنه يخلع ثوب المهنة ويلبس الثوب النظيف الصلاة. الله تعالى جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.